الرحيم سعيد جدا نكون نهينا الجولات اللي متعاقدين بخصوصها مع وزارة القطاع الثقافة هنا من مدينة القنيطرة اللي عندي مع ذكريات جميلة خصوصا هذا المركز الثقافي لأن اشتغلنا فيه كثير. واليوم هذا العرض هذا كان بالنسبة لي عرض بطعم خاص لأنه بالنسبة لي كان عرض ديال العائلة تقريبا لمدينة القنيطرة بالنسبة لي مدينة العائلة أصدقاء ديالي لا من الصحفيين لا من الرياضيين لا من الفنانين. طبعا كتبقى مدينة القنيطرة عندها مكانة خاصة في قلب الفنان حسن المكيات. وسعيد جدا أنه اليوم هذا عرض مسرحية بوحجبان كل سعيد التفاعل الجميل اللي كان من طرف الجمهور ومن الحضور اللي كان حضور حقيقة نوعي اللي تفاعل بواحد الشكل يعني مع ذوق رفيع عند هذا الجمهور هذا. ومدينة القنيطرة دائما عودتنا أنها مدينة ولادة لا بالنسبة للفنانين لا بالنسبة للمثقفين لا بالنسبة للمفكرين لا بالنسبة للرياضيين. طبعا تكون مع سكينة دربي بالدرجة الأولى وكذلك الفنانة المتألقة نزهة عبروق اللي بجوج هما من خريجات المعهد العالي للفن والمسرح والتنشيط الثقافي نشتغل معهم. هذا بالنسبة لي ربح لأنه كان احنا كان هي تلاقح الأجيال لأن يعني الجيل اللي أنا الجيل اللي سابقهم بطبيعة الحال احنا نتعاون وما كاينش فينا واحد سابق ولا واحد متأخر ولا واحد عنده مستوى الآخر. العمل المسرحي وعمل جماعي وطبعا هاد الفنانات بجوج عندهم بصمة ديالهم وعندهم المكانة ديالهم خصوصا على فوق الركح. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.